مرحبا، يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم. إحنا الآن في بانك ستريت. هذا البانك ستريت يعتبر من أكثر الشوارع اللي فيها بيزنسز موجودة في أوتوا. زي ما أنتم شايفين على اليمين وعلى الشمال محلات وأماكن، والورد على اليمين وعلى الشمال. يعتبر من أطول الشوارع اللي موجودة في أوتوا، لكن البيزنسز اللي موجودة فيه فعلا رائعة، لأنها بتعطي رونق خاص. شوفوا السيارة اللي جاي هاي. هذا الشارع يعتبر هو العصب تبع مدينة أوتوا، لأنه بيبدأ من البرلمان وبنتهي في أقصى الجنوب، حتى بعد مدينة أوتوا بكمل إلى بعد أوتوا. المنطقة جميلة جدا جدا، حبيت بس أورجيكم إياها وأعطيكم لمحة. بانك ستريت فعلا بيستحق أنكم تزوروه. حنورجيكم فيه كمان شغلات ثانية، المحلات والأماكن اللي ممكن تنبسطوا فيها. لكل الفاميلي هون في محل عربي اسمه لابريوش، ببيع حلويات. هيك احنا متجهين للشمال، لشمال المدينة. يعني تقريبا احنا هيك من الجنوب طالعين على الداون تاون. زي ما انتم شايفين جميل جدا هذا الشارع. بانك ستريت، يعني يمكن لو كل محل بدنا ندخله ونعمل عنه فيديو بدنا فعلا اكثر من 365 يوم. هاي المنطقة اسمها قليب، وهي تعتبر من اجمل المناطق الموجودة في اوتوا، لأنها قديمة جدا وأهلها وسكانها طبعا محافظين على الرونق تبع المنطقة. طلعوا هذا، يعني جمال رائع رائع في هذه المنطقة. يعطيهم العافية البزنسز اللي هون، فعلا يعني أبدعوا في البزنسز وموفقين. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع